ساعات ذكية، تحكم إلكتروني عن طريق تطبيق، عن طريق كمبيوتر، عن طريق الزرار اللاسلكية تركبهم في أي مكان في العالم. فقط ترص الزر من هنا، تفتح السناسكة وتستنى شوية، وعلى طول يبدأ الخط يدخ شوية شوية. ما شاء الله، لا ما شاء الله، الضغط يشتغل. طب نحي المقطع هنا بتاع التنقيط غرباش، نوريكم بشكل أسهل المية كيف تطلع. لما تجي بتفكر نفس الشيء، ترص نفس البطمة، شوف المية كيف تبدأ تنقص بشوية بشوية. هاي البطمة مسكرة طبعا، تبي حوالي 7 ثواني باش تنطفى. يا سلام، ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، هادي انطفى. السلام عليكم، هذا حساس التربة يطلع لك الرطوبة والحرارة والحموضة وكل بيانات التربة اللي تبيها انت حسب الطلب. لو تبي تزيد حساسات تانية فيه، وتقدر عن طريقة تخدم المضخة وتخدم السنسكات كيف ما تبي من غير ما تمسها بكل.